بنيجي هنا علشان دوت ما يظهرش الا اللي هو عنده صلاحيه فقط. هنعرف الاول مين هو اللي عنده صلاحيه فقط، اللي هو الخالد اللي هو عنده صلاحيه اضافه المستخدمين. طب ليه هنا ظهره؟ هخش هنا عندي الاون نود، عند التحميل، عند تحميل النموذج اللي هو الديكس 2 ده المهم. هنقول له هنا لو مي دوت تكست بتساوي صفر هتطلع ايه؟ هتطلع الكوماند ده في حالة بتساوي فولس، يعني كده بتساوي ترو. نفس الشيء هناخد نفس الكود بس احنا هنغيره على المسمى اللي هو كوماند 34. هنا كوماند مي دوت تيجي 29، التيجي 29 دوت اللي هو ده هو عمل فلترة على بانر اليوزر. احنا برضك نفس الكلام هناخد نسخة تبقى الأصل وهننزلها هنا، بس هنكتب هنا بدل من بانر يوزر هنبقى اد يوزر. اد يوزر اد يوزر اد يوزر، وهنا بقى اسمه 35. هنا في طبعا مشكلة، هنشوف المشكلة فين. هنيجي هنا تكست 35 وهنا تكست 29. تعال الأول نشوف تكست 35 دوت. طبعا هو بيقول لك كويري يوزر، كويري يوزر بالظاهرة في كويري يوزر. بيقول لك هنا هننزل اللي هو الاد يوزر عشان هو مش شايفه، مش شايف كده، هيشوفه كده زي ما انتوا شايفين بقى عنده الصلاحية تماما، اللي هو ولا يضيف ولا يعمل صلاحية لحد ولا يضيف مستوى لأي. لما دخلنا مثلا هنا عند خالد بالإنجليزي طبعا عشان ده اللي له صلاحية، خالد 20، فأصبح بيجي لي الصلاحيتين المتحملة. لو هنعمل هنا إضافة مستخدمين وهنا كتبنا حازم حازم، بس احنا بقى عايزين نعمل الجزء بتاع الصلاحيات دوت اللي هو في الخانة التانية. هنا في هنا الصلاحيتين، بيقول هنا أداة رأس البرنامج صلاحية تغيير رأس البرنامج. وهنا صلاحية إضافة المستخدمين. هنعمل عليه حاجة زي الشبكية عشان كله يبقى متماسك مع بعض. وهنيجي هنا يبقى محاذاة ناحية اليمين عشان ده مكتوب باللغة العربية. هنيجي نكتب هنا، هنعمل هنا الكلام يبقى تقيل وفي نفس الوقت مش هيبقى فيه مربعات حوالين الكلام، هيظهر معانا بالشكل ده. يعني يكتب اسم المستخدم ورقم السير وكم اسمها اذا كان لسه الوحيد هيعلم عليها. طبعا هنعملها ازاي؟ هنعمل هنا
التعليمة اللي هو محتار بالشكل ده، والتاني لك علم لك اذا كان هو ليه صلاحية او ليه صلاحية اضافة اخرى. طب كده في البداية كده هو بيجي يفتح معانا مش هيبقى فيه علامة تنوير، وده الصح عشان ما يدخلش صلاحية تلقائي كده، لازم هو يحدد بنفسه ان هو يدي صلاحية لتغيير رأس البرنامج او صلاحية اضافة المستخدمين. كده بيبقى ليه رقم، كده ملوش رقم، فبياخد الكلمة دي بيعبر عنها برقم وبيحولها على طول ل اليوزر نيم هنا الخانة دي. فهنقول لو هنا اوبشن 34، لو الاوبشن 34 ده بيتساوي ترو هنيجي هنا بقى هنحط اف داخل الالس، لو مين دوت اوبشن بتساوي ترو او بتساوي صفر زين، يبقى هنا البانر ده بتساوي واحد. إلس أي حاجة غير كده البانر بتساوي صفر. بعد كده هنقفل إند إف. تعال نشوف كده إضافة المستخدمين عامر اداني من هنا التسجيل، تم التسجيل بنجاح، اداني هنا بتساوي صفر. لو اضفنا هنا عامر هنا فريد اي حاجة دلوقتي، بس هنا علمنا التسجيل، فهنا ما عملنيش ما ضفنيش الكود. لكن لو احنا عملناها بدون اضافة هنعرف دلوقتي ما ضفنيش برضو. تعالى كده نشوف هنا دلوقتي ده بيساوي رقم كام؟ اوبشن 34 كده بناقص واحد كده صفر، كده ناقص واحد كده صفر. يعني لو سوى ناقص واحد احنا مش عايزين نخليها كلمة ناقص واحد دي، عايزين نشوف التسجيل لو بتساوي ناقص واحد هل هيعترف بيها؟ احيانا ما بيعترفش بيها.
هنشوف رامي عبده ولا إضافة صلاحية مستخدمين، وهنشوف التسجيل اعترف بيها اهو وضافه هنا في البانر. لما نيجي نخش هنا عند رامي عبده، تمام نسيت الباسورد كنت كاتب كام؟ 55 56 رامي قول الباسورد كام يا ريس؟ 56 اهي. كلمة الباسورد اهي صحيح 5 6. طيب ماشي رامي عبده، يبقى اكيد بلاش دلوقتي. طيب الكلمة دي تبقى مظبوطة، ممكن أكتبها غلط. فأنا إداني صلاحية إعداد رأس إيه البرنامج، إداني صلاحية إعداد رأس البرنامج. هنيجي هنا نخش بخالد مرة أخرى. احنا هنشيل بقى ايه الجزئية دي، هتختفي، احنا مش عايزينها، احنا كنا مجرب بس هنخليها، مش مشكلة مش عايزينها. واللي يخسى على صلاحية التغيير البرنامج هيسعى على صلاحية إضافة المستخدمين، صلاحية إضافة المستخدمين. هنيجي هنا ونشوف الكود ده المسمى بتاعه 36 36. هناخد مضك الجزئية دي من أول هنا، بس هنا تبقى 36، طب بتساوي ناقص 1، يبقى اليوزر بتساوي 1 اكس، غير كده كده يبقى بتساوي 0. بعد كده هنقفل الدائرة. تعال كده نعمل إضافة مستخدم ياسر، رقم السير بتاع 1 ياسر جمال، الاسم الفيلم ده هيبقى له الصلاحية فقط إضافة المستخدمين. تنفذ جدا نجاح ويقفل. هنخرج ونكتب هنا ياسر الباسورد بتاع 1، نخش هنا يبقى اداله بالظبط إضافة المستخدمين فقط لا غير، إضافة المستخدمين فقط لا غير. كده احنا خلصنا من حتة الصلاحيات، ازاي نعمل صلاحية وازاي نعمل يوزر نيم في هذه الجزئية. الجزء اللي بعده هنبدأ نشتغل في حاجات أخرى، وهي اللي هي محتويات البرنامج بالكامل، محتويات البرنامج بالكامل اللي هي الصلاحيات الكبرى بقى. أول حاجة طبعا بنعمل هنا خلفية للبرنامج حسب النشاط الموجود. طبعا دوت مينفعش نحطها كده أصلا بالظاهر، فممكن نحط فوق شوية عشان هنعمل هنا خلفية بسيطة كده للبرنامج. وهناخد صورة في هذا البرنامج، يبقى احنا كده خدنا بنيجي هنا أهو، حجزنا من المكان ده، حجزنا نطاق صورة. لو هي راحت منك بنخش هنا عند البروبرتي شيت، ونيجي هنا عند البيكتشر بيكتشر، هندور بقى على صورة. وليكن
الصورة مثلا دي. بننزل كده الزوم عليها وبيصبح معانا بالشكل ده صورة بالألبانية. هنيجي هنا بقى ايه، هندي شوية صلاحيات. الصلاحيات ديت عبارة عن مجموعة أزرار، مجموعة أزرار الواحد وينفراه بكده، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وزيهم شرحه، وزيهم برضو نزل تحت مش مشكلة نطلعهم. فاحنا هنبدأ بال15 صلاحية دولت. أعتقد في مساحة كبيرة جدا زي ما أنت شايف كده أهو. هناخد لحد 28 كده، ناخد هذه جزء من الصلاحيات لو نفترض المستخدم اسمه خالد. طبعا احنا هنا هني من حاجة صغيرة، هنفترض ان اسمه خالد دوت عنده صلاحية اضافة، إضافة عميل، وهنا إضافة مورد. وهنا إضافة مخزن. وهنا إضافة خزينة. لو نفترض ان هنا صفر 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 صفر، وهنا واحد صفر 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 صفر، وهنا صفر، وهنا واحد 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 صفر صفر واحد واحد صفر واحد صفر 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 واحد 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 صفر صفر واحد صفر واحد واحد صفر واحد، أو خليه هنا واحد أو صفر، وهنا بقى كله واحد مثلا، بقى كله صفر. نفترض إن الصلاحية دي اتكتبت، عايزين نقول عند دخول المستخدم يفرش لي الصلاحيات دي، الجزء ده معايا معايا فهنبدأ الأول بإضافة العميل وإضافة المورد. خد بالك احنا كتبناها بالعربي، مينفعش إن احنا نكتب بالعربي. اد عميل إضافة اد مورد اد ستوري مخزن يعني، او يا سيدي اكتبها مخزن وخلاص. وهنا اد بي اتش زينة الخزينة. فاكرين طبعا اللي احنا عملناها اللي هي دي ودي، هنعمل زيها برضو بس احنا لازم نعرفها على
الكويري يوزر. هننزل هننزل بقى الاد العميل واد مورد واد مخزن. هنشتغل في الثلاث حاجات دول. هناخد نسخة واحد انترنت. هنحاول ان احنا نكتب هذا العميل ده نكتبه هنا، وادي الموارد هنكتبه في بات، وادي خزينة هنكتبه في ادي الخزينة.